مرة أخيرة بصبح على حضراتكم مشاهدينا، ومعادنا مع آخر فقرة في حلقتنا النهاردة، هي فقرتنا الصحفية اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات من خلال ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا النهاردة في الاستوديو، أستاذ محمد أشفع الكاتب والمؤرخ. صباح الفل أستاذ محمد. أهلا رنين، صباح الخير. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. طيب خلينا نبدأ على طول من القمة العربية الثلاثين في تونس، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة. السيسي بيقول القمة العربية تأتي في ظل منعطف خطير تمر به الأمة العربية. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القمة العربية في تونس بتأتي متزامنة مع منعطف خطير ومهم في تاريخ الأمة العربية بسبب الأزمات التي تمر بها البلدان. وأضاف السيسي خلال كلمته في القمة العربية أن بعض التحديات التي تواجه بعض البلدان العربية بعضها متراكم، وهو إرث من التحرر الوطني وقيام الجامعة العربية. خلينا نعرف رؤية حضرتك للقمة وأهم الملفات اللي تمت المناقشة خلال القمة. شوفي، هذه القمة الحقيقة انعقدت في ظرف شديد السوء بالنسبة للعرب جميعا. يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني على طريقة وعد بلفور 1917 أعطى من لا يملك من لا يستحق، عمل صك بتبعية هضبة الجولان السوري إلى الكيان الصهيوني، وقبلها بأشهر كان نقل سفارته من تل أبيب إلى القدس رغم مخالفة ذلك للقواعد والقوانين والأعراف الدولية. حتى القانون أو القرار الأمم المتحدة اللي أنشئ على أساسه الكيان الصهيوني في 1947 كان بيجعل من القدس مدينة دولية مدولة. الصهاينة ليهم 56 والفلسطينيين لهم 44، والقدس مدينة خارج التقسيم مدينة مدولة. فالعرب الحقيقة رايحين هذه القمة وعندهم هذه المشاكل، انه ترامب وضع القادة العرب في مأزق حقيقي الحقيقة، اما ان يقفوا حقيقية تجاه الأمريكان، لكن للأسف الشديد كثير من الدول العربية لديها ارتباطات سياسية واقتصادية كبيرة جدا مع الأمريكان. فخرج القرار النهائي أو التوصيات أو قرارات القمة يعني كما هو معتاد، الشجب والتنديد والرفض. ويعني فالحقيقة أنا لما أتذكر يعني لما ترامب نقل سفارة الأمريكان إلى القدس، كتبت مقال في مجلة المصور بعنوان روشتة تركيع ترامب، مش بس إثناؤه أو إجباره على العودة عن قرار، لا تركيعه. وأنا كنت أقصد الحقيقة الكلمة، وعملت خمس ست بنود كده. لو أن العرب جميعا قاطعوا البضائع الأمريكية، لو أن العرب جميعا ألغوا كل صفقات السلاح المبرمة بينهم وبين الأمريكان وتوجهوا إلى روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، لو أن العرب أوقفوا كل المشروعات الاستثمارية التي تربطهم بالأمريكان وتوجهوا إلى روسيا والصين والاتحاد الأوروبي والهند، لو أن العرب سحبوا ودائعهم من أمريكا. ملكي مثلا، أنت تخيلي أنه المملكة العربية السعودية فقط لها 750 مليار دولار ودائع، أنه ترامب لما جاء العام الماضي في الرياض خد 470 مليار من أخواننا في السعودية، منهم 110 مليار صفقة سلاح. فلو إحنا عملنا هذه الأشياء اعتقد ان الامريكان يشعروا بالخطر الحقيقي. هذا ترامب كل ما يهمه مصلحه شعبه، واحنا لا نلومه في هذا. وبالتاكيد هو عمل نقله اقتصاديه وعمل اقل المعدلات البطاله وفتح مصانع على حساب العرب، لكن الحقيقه نحن نرفض وندين ونشجب. الحقيقه ده كلام مش لن يثني العرب. في كلام انه ترامب بالامس عمل تويته جديده بيتكلم على انه الفلسطينيين يجب ان يكون لهم مكان في سيناء. يعني دي مساله، اذا المساله لن تتوقف عند القدس او عند الجولان. يعني انا ارجو يعني ان العرب لا يقولوا مثل الحكمه القديمه لقد اكلت يوم اكل الثور الابيض. انت عارفه الحكايه دي كانوا بيحكوها لنا واحنا اطفال، معرفش على ايامكم كانوا بيحكوها. لا، انه الاسد ماشي في ثلاثه من التيران يعني. فقال لهم انه واحد ابيض وواحد احمر وواحد اسود. فقال لهم الابيض ده يعني متعالي عليكم وبتاع وحاسس بكبرياء عليكم انتوا يعني، ما فايه رايكم لو اكلتوا؟ قالوا كلوا. فجاء على الاحمر قال لي الاسود يعني الاحمر ده برضه لونه يعني عامل فيها يعني بتاع اكله، قال له كله. فلما جه ياكل الطور الاسود الاخير بقى قال له بقى لقد اكلت يوم اكل الثور. لما انا سمحت
لو هم الثيران الثلاثة اجتمعوا على يغلبوه. لكن في النهاية أنا مش عايز العرب نوصل لهذه المرحلة، إن احنا بدأنا بالقدس ثم الجولان. الجولان جغرافيا سورية منذ بدء الخليقة وحتى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لكن احنا إن احنا هذا هو رد الفعل البسيط من الدول العربية المشاركة. يعني ما كانتش كل الرؤساء موجودين، كان في حوالي 12 رئيس أو 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 قائد دولة هم اللي موجودين فقط، وزي ما انت شفت كده بعضهم غادر وبعضهم يعني يعني المسألة. فإذا الأمور العالم أو رأي العام الدولي والأمريكاني تحديدا لن يأخذ الأمور بجدية، إنه طالما إن احنا الأمر يتوقف عند الشجب والتنديد ومثلا غياب سوريا عن حضور القمة. يعني كان على الأقل خالص إن احنا ندعو الرئيس السوري أن يدعو يحضر القمة في رسالة للأمريكان، لا احنا بقى بنقف جنب سوريا واحنا داعمين سوريا. لكن النهارده سوريا ما حضرتش القمه خالص يعني، وغائمه عن مقعدها في الجامعه العربيه منذ سنوات طويله. فمين صاحب القرار في اعاده سوريا؟ يعني دي برضو واضح ان في يعني ما يمكن ان نطلق عليه لوبي داخل الجامعه العربيه هو اللي بيحرك المسارات. فالحقيقه انه انا شايف انه الراي العام العربي يعني بتابع رد الافعال من امس، يعني الناس مش راضيه يعني عن اللي حصل، والناس كانت عندها امل ان يبقى في قرارات اكثر صرامه واكثر حده في تهدد المصالح الامريكيه. العالم النهارده في السياسه ما فيش لا حب دائم ولا كره دائم، في مصالح دائمه. يجب ان نهدد المصالح الامريكيه حتى يستجيب الامريكان لوجهات النظر العربيه. يعني من وجهه نظر حضرتك ان نتائج القمه مقتصره فقط على التنديد والشجب فقط، ولكن ما كانش في ردود الفعل ان احنا كنا منتظرين زي ما حضرتك بتقول مثلا مقاطعات للمنتجات الامريكيه، للاسلحه، توجه ان احنا نفكر ناخد اسلحه من الاتحاد الاوروبي بشكل عام. اوروبي يعني. وروسيا والصين عندهم اسلحه كويسه جدا يعني. انت عارفه مصر ما شاء الله دلوقتي واخده طيران من فرنسا، واخده غواصات من المانيا، واخده طيران من ودفاع جوي من الاتحاد من روسيا. لا يعني احدث واعظم نظم الدفاع الجوي في العالم هو الاس 400 ده روسي يعني. يعني لا فالدنيا لا ما بقاش السلاح حكر على الامريكان. فلما تخيلي بقى لو 110 مليار دولار دول اللي هم صفقه سلاح واحده عملتها دوله عربيه واحده اللي هي المملكه العربيه السعوديه، طب الامارات خدت بكام؟ الكويت خدت بكام؟ عمان خدت بكام؟ قطر خدت بكام؟ اخد بالك؟ لا فالجزائر خدت بكام؟ المغرب خدت يعني. لا لو احنا اعتقد انه يعني انا لا املي طبعا على القاده العرب ماذا يفعلوا، لكن احنا بنجتهد ان احنا نقول والله وجهات نظر قد يؤخذ بها ولم يؤخذ بها، ده في صالح العرب الحقيقه يعني، في صالح انه هذا الرجل ترامب الحقيقه دائما وابدا هو ربنا بعته عشان يكشف المستور. هو راجل فج وما عندوش يعني اي محاذير، فبيقول كل اللي هو عايزه اللي يجب ان يقال بطرق دبلوماسيه في الغرف المغلقه بيقوله في العالم. فده الحقيقه بقى ده جاي في صالحنا. لكن ردود افعالنا ايه بقى كأمة عربيه، كوطن عربي، كدول عربيه، كقاده عرب، كشعوب عربيه؟ الحقيقه ردود افعالنا ضعيفه تجاه ترامب. يجب ان يشعر بتهديد حقيقي للمصالح الامريكيه في المنطقه فيرتدع، وعلى الاقل يوازن. انا مش عايزه يعني هو بالتاكيد تعرف هو بيعمل ده ليه كمان؟ هو يدعم بنيامين نتنياهو عشان ينجح في الانتخابات اللي بعد ايام قليل. اذا هو خياره على اليمين المتشدد على هذا الرجل الشديد العنصريه وشديد التشدد. شايفين اللي بيحصل ايه في الفلسطينيين؟ اول امس في يوم الارض استشهد 4 وجرح لعشرات من الفلسطينيين. فهي القضيه انه هذا رجل يقدم هديه لنتنياهو شخصيا عشان يساعده في نجاحه في الانتخابات القادمه، رغم انه في المجتمع الصهيوني نتنياهو مرفوض، متهم بالفساد ومتهم بكثير جدا من الاخطاء السياسيه والاقتصاديه وفي الفساد هو وزوجته واولاده، ومع هذا ترامب بيدعم هذا الفاسد. فهي القضيه اذا ترامب لا يهم العرب، لان العرب لا يهددون مصالح الامريكان. يجب ان يهددوا مصالح الامريكان فيرتدع ترامب وغيره واي حد هيجي يتولى منصب الرئاسه في الان في امريكا. طيب على ذكر حضرتك للقضية الفلسطينية كمان، خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية بتونس، السيسي بيقول الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني وصمة عار على جبين المجتمع الدولي. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني سيبقى وصمة عار على جبين المجتمع الدولي. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلماته في القمة العربية أن التحديات التي تواجه المنطقة العربية بتضع على عاتق القادة العرب مسؤولية عظيمة، مؤكدا أن القرارات التي ستحددها القمة
سيكون لها أثر حاسم على حاضر ومستقبل المنطقة. يعني الحقيقة كان هذا الكلام للرئيس في القمة أعتقد أنه كان يجب أن يترجم إلى قرارات. يعني الحقيقة هذا كلام محترم، كلام ينظر إليه بكثير من التقدير، أنه بالفعل في ظلم تاريخي على الفلسطينيين. الدولة المحتلة الوحيدة الآن في العالم هي فلسطين. الصهاينة لا يملكون شرعية على الإطلاق إلا قرار التقسيم سنة 47. يعني احنا حتى العرب كمان لما يجي بيتكلموا على قضية الفلسطينية يتكلموا يقولوا احنا عايزين نعود الى ما قبل 4 يونيو 67. 4 يونيو ده يدينا 21% فقط من مساحة فلسطين. قرار التقسيم كان بيدينا 44 على الاقل خالص. طلبوا بقرار التقسيم، يعني العرب، حتى العرب، حتى اشقائنا في فلسطين لا يطالبون بقرار التقسيم، طلبوا بقرار التقسيم على الاقل خالص. يعني احنا طبعا يعني احنا كعرب او كمجموعة من الناس المؤمنة بالقومية العربية احنا عايزين فلسطين من البحر الى النهر، يعني كاملة. لكن اذا لم يكن في الامكان يعني الا ما ان نطالب بقرار التقسيم يدينا 44%. ربما لما نطالب بقرار التقسيم يقولوا لنا طب خدوا لغايه 67 ال 21%. النهارده احنا الضفه وغزه اقل من 10%. وبعدين صفقه القرن اللي بيروج ليها ترامب الان، هذا مشروع عرض على الرئيس مبارك ورفضه، اللي هو فكره تبادل اراضي، ياخدوا جزء من سيناء ودونا جزء في صحراء النقب، وعرض على الإخوان وقبلوه، وعرض على الرئيس السيسي ورفضه. فهل ترامب سيمارس ضغوطات لهذا؟ أعتقد ما فيش في مصر إنسان يجرؤ أنه يتنازل عن أرض الأراضي المصرية. طب لما أنت عندك مساحة في النقب اديها للفلسطينيين، يعني لو أنت عايز تحل المشكلة. لكن هو عايز يخلي فلسطين لليهود فقط. وطلع نتنياهو عمل قرار فيه تطهير عرقي، ان الجنسيه الصهيونيه فقط لمن يحمل الديانه اليهوديه. فده معناه انه بيعمل ايه؟ انه في 1.5 مليون عربي داخل الخط الاخضر، ده بيرميهم بره المساله. كمان بيمنع حق العوده اللاجئين الفلسطينيين، هم وصلوا دلوقتي حوالي 6 من 6 ل 8 مليون لاجئ على مستوى العالم، بينهي حق العوده تماما. الحقيقه انا يعني مفاجئ من ليونه وبساطه القرارات القمه العربيه، كان يجب ان تكون على الاقل في صياغتها متوافقه حتى مع اللي قاله الرئيس السيسي. يعني الرئيس السيسي كلام بيقول، يعني ده كلام ده رئيس اكبر دوله عربيه بيقول في خطابه كذا، كان يجب نعبر ونقعد الناس المطبخ بقى اللي هو الامانه العامه ووزاره الخارجيه لما قعدوا، كان لازم على الاقل يبقى في نبره متشدده في الخطاب. فيعني نقول احنا اهو، لكن احنا نشجب وندين وبنقول ما حدش يمشي على نهج في الامريكان. النهارده مثلا حصل حاجه مهمه جدا، البرازيل الراجل الرئيس اليميني الجديد اللي نجح في البرازيل كان عايز ينقل سفارته دي للقدس زي الامريكان. الحقيقه وقفت له ماليزيا واندونيسيا، تخيلي. ماليزيا واندونيسيا دي الدول اسلاميه، فتراجع عن قراره والنهارده فتح مكتب تمثيل تجاري فقط في النهارده الصبح. مكتب تمثيل تجاري في القدس. فاذا يعني اذا لما يبقى في قوه وفي يعني شكيمه كده، اعتقد ان احنا نقدر ناخد مواقف مهمه يعني. صحيح. طيب من ضمن كمان كلام الرئيس خلال القمة العربية الثلاثين في تونس، طبعا دايما الرئيس بيذكر الإرهاب. الرئيس السيسي قال إن الإرهاب خطر يهدد صلب وجود الدولة الوطنية. أنا حابة أسمع من حضرتك رؤية حضرتك للوضع الأمني في مصر بشكل عام، عامل إزاي، وكمان في الدول العربية الأخرى. احنا الحمد لله رب العالمين قدرنا بشكل كبير جدا يعني نحجم الارهاب الى درجه انه يعني يكاد الا يكون موجودا في سيناء. يعني في طبعا لسه بقايا جيوب في سيناء، لكن الحمد لله رب العالمين الجيش والشرطه عاملين اداء رائع في سيناء، وده شيء جيد جدا حقيقه. اللي طبعا في الدول العربيه، سوريا الحمد لله تقريبا داعش انتهت في سوريا. اخر جيب كان في قريه البغوز اللي كان فيها 60,000 داعشي باسرهم، طبعا عدد كبير، اكثر من 6 ل 10,000 مقاتل. العراق في بعض الجيوب الصغيره في لسه في الموصل والاماكن اللي كان موجود فيها داعش. للاسف انه حتى الان لا يوجد موقف عربي بقى واحد.
انت عارفه انه بعض الدول العربيه كانت تدعم جبهه النصره في سوريا مثلا، وهي جبهه تابعه للقاعده ومنسقه مع داعش. بعض الدول العربيه كانت تدعم الارهاب في ليبيا مثلا، الدول العربيه تدعم الارهاب في العراق. يعني للاسف شديد شيء مزري ومؤسف الحقيقه. لكن احنا عايزين موقف واحد. طبعا معروف انه الامريكان والمخابرات الغربيه هي اللي عملت القاعده وهي اللي عملت داعش. ولما داعش بدات تهدد المصالح الغربيه بالعمليات اللي عملتها في فرنسا وفي بلجيكا وفي انجلترا، وبداوا يعني ايه ياخذوا على داعش ويشوفوا سيناريو جديد، لان هم ما بيغلبوش. عندهم فكره تقسيم المنطقه العربيه من 22 دوله ل 56 دوله، ده سيناريو معروف بقى له سنين طويله موجود يعني. فداعش بتتقلص وبتتاكل، والخطر انه الذئاب المنفرده. لكن في كلام اتقال وفي منتهى الخطوره، انه في طائرات وغالبا تتبع الامريكان نقلت الدواعش من سوريا والعراق الى ليبيا. انت عارف ليبيا تقريبا ضعف مساحه مصر، وعدد السكان 6 مليون، تقريبا ما يقرب من 2 مليون كيلو متر مربع مساحه ليبيا، و6 7 مليون نسمه، عدد قليل جدا من البشر. فعندك مساحه شاسعه جدا في الجنوب، ملمسه مع تشاد وملمسه مع مالي وملمسه مع الجزائر، يعني حدوته كبيره جدا. فاذا هو بيعمل بؤره تهدد الامن القومي المصري. يعني احنا عندنا 1300 كيلو حدود بيننا وبين اشقائنا في ليبيا. فهي القضيه الارهاب، الامريكان يزعمون ان لديهم اقمار، هم بالفعل لديهم اقمار صناعيه، كانوا بيقولوا احنا بنعرف مقاسات الملابس الداخليه اللي هي للرئيس صدام حسين. طب يا سيدي ما تقول لنا الدواعش قاعدين فين في سيناء، فين بقيه الجيوب فين؟ ده يقدر يعرف، بيقول لك ما احنا نقدر نعرف ما تحت الارض مش فوق الارض بس. طب هو الاقمار الصناعيه دي مش تقدر تقدم لمصر خريطه تقول والله في هنا بؤره ارهابيه، في هنا عربيه، في هنا موتوسيكل، في هنا سلاح، في هنا متفجرات، مش يقدر يقول لنا ده؟ طيب ما تقول لنا ده. الحاجه الثانيه المهمه، ان انا بارجو بقى القياده المصريه والقاده العرب اللي هم ضد الارهاب بجد، ان ننتقل الى مرحله الفضح والتجريس. العالم بقى مكشوف دلوقتي، احنا عارفين مين بيمول مين بيدفع لمين. كل من حرض ومول وخطط للارهاب يجب ان يفضح. واعتقد ان الرئيس السيسي اتكلم في الحكايه دي اكتر من مره، بالظبط، يمكن يعني مره في الامم المتحده وبعدها اكتر من خطاب، وقال الحكايه دي انه احنا يجب ان احنا نقف ضد من يخطط، من يمول، من يعني ينفذ كمان. فدي مساله مهم الحقيقه، مهم ان احنا نبقى نعلن اسماء بقى. يعني زي ما كانوا مثلا الاربع دول العربيه اللي واقفين ضد قطر او عندهم موقف من قطر، لا اعلنوا قطر دفعت كام لمين امتى. واعتقد ده الاجهزه السياديه في الدول الاربعه عندها هذه المعلومات. الامريكان دفعوا لمين؟ الانجليز دفعوا لمين؟ مين بيعمل ايه؟ يعني ده هو مفيش حل غير كده، اللي هو فكره الفضح والتجريس، ان نفضح هذه المخططات التي تريد تدمير الـ 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 الاقطار العربيه. ان احنا خلاص بقى ما بقاش يعني في بلدنا يعلمونا حاجه اسمها يا روح ما بعدك روح. لما الـ 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 الخطر يهدد الانسان بيبقى خلاص ده لازم ياخد موقف. اعتقد ان احنا تهددنا بما فيه الكفايه. يعني الـ الـ اللي بيحصل في ليبيا واللي بيحصل في سوريا واللي بيحصل في اليمن واللي بيحصل في العراق واللي بيحصل في 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 في, في كل المنطقه العربيه، اعتقد يعني هددنا بما فيه الكفايه. فيجب ان نفضح ونجرس كل من يدعم ويخطط ويقف خلف الارهاب ويمول. يعني هو منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ولايته الاولى وهو دايما بيقول انه في ارهاب، يعني حتى الدول اللي بره ما كانوش مصدقين او يعني مش عايزين يصدقوا انه هو عندكم بس في الدول العربيه. ولكن بعد ما داقوا شويه من العمليات الارهابيه بقى في شويه انه في ارهاب. يعني ممكن نقول انه ان كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقى بشكل مؤثر، يعني كلمته لأمريكا للدول الأوروبية بشكل عام، لا في إرهاب، هم ابتدوا يصدقوا خلاص. احنا وفي دواعش كمان في كثير جدا من الغرب من أوروبا. يعني امبارح كنا في ندوة مساء الأمس، يعني فكنا بنتكلم كانت عن فلسطين ويوم الأرض، انه كانت منظمة التحرير الفلسطينية عندما كانت تقاوم وتحارب العدو الصهيوني بشكل كبير، كان يأتيها المتطوعون المقاومون من كل دول العالم. تلاقي حد من ايطاليا، تلاقي حد من اليابان، تلاقي حد كذا وكذا.
شوف الزمن استدار لان العرب تراجعوا كثيرا جدا عن مواقفهم، فاصبح الارهابيون هم الذين ياتون لينضموا الى داعش لكي يخربوا في 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 الوطن العربي، يعني مش بيقفوا ضد موقف مع الامه العربيه مع الحق الفلسطيني، اللي جايين يقفوا ضد العرب. شفت الزمن يعني في 30 او 40 سنه لما تراجعنا، لما الحقيقه انا ازعم ان ده بدا من اول ما رئيس السادات قال 99% من اوراق القضيه في ايد الامريكان. يعني اول ما قال كده الحقيقه يعني خلاص خلى الامريكان هم المتحكم الاساسي في هذه المنطقه، والامريكان يهمهم فقط الحصول على الثروات العربيه اللي هي البترول والغاز وحمايه امن الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني ده هو قاعده متقدمه للامريكان في المنطقه العربيه. فتخيلي ان احنا كان يجي لنا المتطوعون المقاومون من الغرب عشان يقفوا معانا يحاربوا الصهاينه، النهارده بيجي لنا الارهابيون جايين من الغرب عشان يدمروا ويخربوا في منطقتنا العربيه. لا يجب ان احنا نعيد حساباتنا ونقف نشوف ايه اللي حصل. ده في ارهاب، في ارهاب، ده في يعني شفت دلوقتي كثير من الدول الاوروبيه رافضه استعاده الارهابيين اللي راحوا منها، وبعضهم نزع الجنسيه عن الارهابيين دول. لا دول عشرات، يعني عشرات اللي وصل، اعتقد انه وصلوا بالالاف النهارده، ان في هؤلاء الارهابيون الذين جاؤوا من الغرب، ودول جاؤوا بقى تحت بقى مزاعم بقى انشاء اليوتوبيا او فكره البحث عن بطوله، فكره يعني البحث عن مغامره، كتير جدا منهم البحث طبعا المال والسيدات والعيش الرغده اللي هم جايين يعني يبقوا امراء ويبقوا كذا وبتاع. فالحقيقه احنا لازم نقف موقف حقيقي ضد الارهاب، لان الارهاب الحقيقه هو مستهدف في المنطقه العربيه. صحيح. ليه الغرب ما بيودش الارهاب في الصين؟ ما ودهوش ليه في الهند؟ الهند عندها مليون مشكله في الصراع الطبقي والصراع الديني كمان، لكن ليه ما ودهوش؟ لا هو المستهدف هو المنطقه العربيه. طيب من القمة العربية في تونس هروح مع حضرتك لرئيس الوزراء يتابع مشروعات الإسكان ويكلف بالاهتمام بمدن الصعيد. وجه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بمدن الصعيد الجديدة التي يتم تنفيذها، موجها باختيار اسمين جديدين لمدينتي الفشن وملوي، حيث سيتم الإعلان قريبا عن بيع وحدات سكنية بهما وكذلك أراضي جديدة. يعني حابة أسمع رؤية حضرتك في لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان بالامس. انت عارفه ان الدكتور مصطفى مدبولي كان وزيرا للاسكان، وحتى عندما اصبح رئيسا للوزراء احتفظ لفتره يعني ليست قصيره بوزاره الاسكان، ثم جاء بالمهندس عاصم الجزار وزيرا للاسكان. والحقيقه الانجاز الابرز على الساحه المصريه خلال السنوات القليله الماضيه هو انجاز في مجال عمل وزاره الاسكان، اللي هو انشاء مساكن جديده، انشاء طرق، انشاء كباري، ده كله داخل في اطار عمل وزاره الاسكان. وربما ده كان احد اهم اسباب اختيار الدكتور مصطفى مدبولي لرئاسه الوزراء، انه ده الملف الاهم اللي موجود على الساحه. التنميه العمرانيه بشكل عام. بالتاكيد. هو طبعا في البعض يتخوف ان احنا يعني لا قدر الله نوصل الى ما يسمى بالفقاعه العقاريه اللي حصلت في امريكا 2008 وسببت ازمه اقتصاديه طاحنه الحقيقه، انه ممكن تبقى الناس كلها بتبني وانه الاسعار بترتفع الحقيقه. احنا شفنا حد بيقول المتر في العاصمه الجديده ب 11000 جنيه المتر الشقه، يعني مش المتر وصل ب7 او 8 في المدن في التجمع وغيره بتاع. فدي الحقيقه بقت عندنا اشكاليه، انه فكره الاسكان الاجتماعي لغايه دلوقتي لسه في الاسكان الاجتماعي بيتراوح ما بين 250 و 500 الف جنيه للشقه المتوسطه للشباب وللبسطاء يعني، ودي برضو ارقام انا شايف انها كبيره. يعني الحقيقه شاب في مقتبل العمر ما يقدرش يجيب، لو دخل القرعه بيبقى حوالي 250 300 الف الشقه، لو ما دخلش القرعه بيبقى بحوالي 500 الف. هي القضيه ان احنا محتاجين نوازن انه الاسكان يبقى معاه كمان في نفس الوقت انشاء مجموعه من المصانع. يعني انشئ مدن جديده على طريقه مصنع الالومنيوم في نجع حمادي، وانا قلت الكلام ده قبل كده اكتر من مره، على طريقه مصنع كيما في اسوان، ان انا على طريقه الحديد والصلب، ان انا انشئ مصنع في منطقه جديده صحراويه زي مدن الصعيد اللي بيتكلم عنها رئيس الوزراء، وجنب المدينه مصنع.
فيبقى في فرص عمل للمواطن. باخد المواطن حتى لو انا اخدت المواطن من المدن المكتظة بالسكان يبقى انا ما برجعوش تاني، يعني بيرجع يزور اهله في المناسبات. لكن يبقى عنده مدارس وعنده مستشفيات وعنده طرق وعنده كل الحياة المعيشية كل ما يتطلبه يعني حياته، ويقعد في عنده وظيفة كمان، يبقى هو خلاص انا فرغت الكتل السكانية الضخمة في المدن المكتظة بالسكان وعملت كيان عمراني جديد. لكن ان انا بنقل مساكن من هنا احط مساكن هنا بدون فرص عمل، معانا لو انا مثلا في بني سويف الجديدة وشغلي في بني سويف القديمة هضطر اعمل مشكلة في المواصلات رايح جاي واتكلف اكتر. يعني حتى النهاردة بيدوروا، هم بيفكروا يعملوا مساكن في مدينة بدر اللي هي قبل العاصمة حوالي 25-30 كيلو عشان الموظفين اللي هيشتغلوا في العاصمة الادارية الجديدة. يعني هي المسألة انه لكن لما اعمل مصنع جنبه مساكن يبقى الراجل ينزل خطوتين يروح مصنعه يمشي مثلا 5 دقائق 10 دقائق، لكن في النهاية هو ده النظام. ان انا يجب ان اوازن ما بين المصانع التي تدر انتاجا يقوي الاقتصاد والمساكن ايضا اللي بتخفف العبء عن بعض المدن المكتظه بالسكان. تمام، هروح مع حضرتك لمانشيت اخر معانا. الوزير لوفد البنك الدولي بيقول اولوياتنا في السكك الحديديه الامن والانضباط. بحث المهندس كامل وزير النقل امس مع وفد البنك الدولي موقف المشروعات المشتركه الحاليه في قطاع السكك الحديديه وعددا من المشروعات المقترحه للتعاون بين الجانبين ودعم وتطوير منظومه السلامه والامان بمنظومه السكك الحديديه. ورؤيه حضرتك امبارح كان في تصريح للدكتوره سحر نصر وزيره الاستثمار انه هي بتحاول ان تاتي ب 2 مليار دولار من البنك الدولي عشان خاطر دعم يعني مشروعات النقل. الحقيقه احنا يعني لو القرض ضروري، يعني طبعا انا بشكل شخصي ضد فكره القروض على طول الخط. يعني انا عايز دائما انتج داخل بلدي. عندنا تجربة مهمة وعظيمة جدا خلال الخمسينات والستينات، فكرة النهضة الصناعية العظيمة اللي عملت في مصر اللي خلتنا يعني عبد الناصر توفى وما عندناش غير 1.5 مليار دولار ديون للاتحاد السوفيتي. وقتها كانت ديون عسكرية اللي هي معدات عسكرية، والاتحاد السوفيتي نزل عنها بعد وفاة عبد الناصر، يعني ما كانش عندنا ديون خالص الحقيقة. كنا عندنا مصانع ضخمة بتنتج اما سلعه استهلكها داخليا فاوفر دولار بشتري بيه نفس السلعه، واما سلعه اصدرها خارجيا فتجيب لي دولار او تجيب لي عمله صعبه اشتغل بيه. فانا ضد فكره القروض بشكل شخصي. الحاجه الثانيه احنا عندنا شركه عظيمه جدا معموله من ميراف جمال عبد الناصر لشركه سيماف. احنا عمالين نستورد عربيات قطر وجرارات قطر وحاجه بمليارات الجنيهات، وشركة سيماف هي شركة تقريبا الوحيدة في الوطن العربي والوحيدة في افريقيا. يعني احنا فيش غير شركة منافسة صغيرة اعتقد انها بتقفل او قفلت دلوقتي في جنوب افريقيا. واحنا ناسيين ان عندنا شركة يعني عظيمة جدا تقدر تساعد في فكرة اعادة تأهيل وبناء السكك الحديدية لعربات القطار وعربات المترو والجرات، تقدر تعمل ده. فانا بدل ما اصرف كل هذه المصاريف على استيراد، طب ما انا اقوي الشركة دي، شوف ايه اللي ناقصها. عايزة خطوط انتاج، عايزة معدات، عايزة كذا، عايزة كذا، عايزة. الحقيقة ده شيء مهم ان انا اعمل ده. فأنا أثق في جدية الوزير كامل الوزير، أثق في جديته الحقيقة. لكن الحقيقة احنا عايزين نشوف منتج على الأرض، انه برضو لا نعتمد على فكرة ان احنا هنرفع سعر تذكرة القطر، هنرفع سعر تذكرة المترو. المواطن يعني اعتقد انه اصبح يعني غير محتمل لرفع هذه الأسعار، ده حقيقي. انه كمان خلي بالك ان بالمقارنة بالدول الاجنبية مثلا، يعني تذكرة المترو في فرنسا الشهرية 75 يورو. 75 يورو خلي بالك بيركب 14 مترو، 14 خط مترو بيركب كل الاوتوبيسات. في النمسا 31 يورو بيركب بيها تذكره المترو الشهريه، يعني خدت بالك. فهي القضيه انه طبعا انا عايز اقول للساده المشاهدين واقول لحضرتك كمان انه اليورو يساوي جنيه. يعني القوه الشرائيه، يعني طبعا اليورو بحاجه و20 جنيه، لكن القوه الشرائيه لليورو في بلده في البلاد الاوروبيه يساوي القوه الشرائيه للجنيه في مصر. صحيح. فهي القضيه انه لا، ان انا الفكره ان انا اوفر للمواطن
مواصلات آدمية ومحترمة وبسعر معقول، لأنه أولا بخفف العبء عن الطرق. يعني كمان إن أنا لما يبقى في عربيات كتير على الطرق، ما الطرق بتستهلك، فبضطر يعني اعيد ترميمها وصياغتها مره اخرى، فبتكلفني اكتر. لكن المواصلات العامه دي بتوفر كتير جدا، وكمان بتوفر على المواطن نفسه، ما يبقاش عبء على الدوله. فان شاء الله يعني نرى على يد الوزير كامل الوزير انه يعني نهضه حقيقيه في السكه الحديديه. يعني احنا تاني دوله في العالم ما كان عندنا سكه حديديه بعد انجلترا، طبعا بحكم ان احنا كنا محتلين من انجلترا، خدنا بال حضرتك، وبحكم ان انجلترا كانت بتحاول افشال مشروع انشاء قناه السويس، يعني عشان فرنسا ما تجيش تعمله يعني. لكن في النهايه احنا الدوله رقم 2 في العالم كان عندنا سكه حديد، فما بيبقاش عندنا سكه حديد متهالكه بهذا الشكل الحقيقه. طيب خليني اختم مع حضرتك مانشيت النهارده. وزير التموين بيقول لدينا احتياطي استراتيجي من السلع الاساسيه بيكفي لشهور. ده كان خلال مؤتمر صحفي اللي نظمه الاتحاد العام للغرف التجاريه ووزاره التموين للاعلان عن معرض سوبر ماركت اهل رمضان اللي هيقام بمركز القاهره الدولي للمؤتمرات بالتواكب مع معارض اهل رمضان اللي تنظمها الغرف التجاريه بالمحافظات خلال فتره من 21 ابريل المقبل حتى حلول شهر رمضان. اولا كل سنه وحضرتك طيب، وطبعا احنا بنسمع قبل شهر رمضان دايما عن التجار والاحتكار للسلع، وطبعا بنلاقي فيه ارتفاع كبير في الاسعار. ورؤية حضرتك كل سنه واحنا جميعا بخير وسعاده يا رب دائما المصريين جميعا يا رب. الحقيقه ده خبر مهم، لانه الحقيقه انا مش عايز من وزير التموين فقط دكتور علي مصلحي انه يقول لنا ان عندنا سلع تكفي شهور. القرارات المهمة اللي أعلنها الرئيس منذ يومين في احتفالية المرأة برفع الأجور وزيادة المعاشات والعلاوة، هذه القرارات ستتحول إلى يعني مثير لجشع التجار. يعني زي اللون الأحمر بالنسبة للثيران كده في مصارعة الثيران الحقيقة. فلا احنا عايزين هذه القرارات سوف يتم تفريغها من مضمونها إذا لم نضرب بقوة وقسوة على جشع التجار. في الدول الرأسماليه اللي هي قمه الرأسماليه بيقول لك ده اقتصاد السوق والعرض والطلب، مفيش سلعه بتكسب اكتر من 30%. يعني التاجر انا اقدر بقى لازم اعمل له، لازم يبقى في رقابه، انا بحسب له كل التكلفه سواء سلعه منتجه داخليا او مستورده كل التكلفه، وياخد من 25 ل 30% ربح. ما فيش رقابه يا استاذ محمد، يعني دايما ما بنلاقيش رقابه على يعني لو في بشكل عام ما فيش على كل تاجر او بقاله حد هيراقبه انت بتبيع السلعه بكام اللي انت جايبها بسعر كذا. ما هو احنا عندنا جهاز ضخم اسمه جهاز حمايه المستهلك، وبعض الناس الحقيقه بيتكلموا بشكل خاطئ، يقول لك ده اقتصاد السوق، ده الاقتصاد الحر، ده العرض والطلب. مش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها كده في الدنيا، في العالم ما فيش حد اسمها، مفيش حاجه في الدول، ما فيش في فرنسا، في انجلترا، في امريكا، مفيش حاجه تاجر يحدد على كيف. لا، هي القضيه طبعا احنا عندنا بعض المحدثين النعمه اللي هم بعض الاثرياء الجدد دول بيشتروا اي حاجه باي ثمن، لكن احنا الغلابه والبسطاء دول احنا لازم يبقى في حد يحمينا، مفيش غير الدوله هي اللي تحمي. انه يبقى في جهاز حمايه المستهلك ده يبقى في خبراء دورهم انهم يحسبوا تكلفه كل سلعه سواء منتج داخلي او مستورد، ويقول انه انا خلاص انا مش بتدخل، مش بحدد لك تسعيره جبريه يا سيدي عشان ما تقوليش انك ضد الاقتصاد السوق الحر. لا، بقول لك انك هامش ربحك من 25 ل 30%، ما تزودش على الناس اكتر من كده. لما السلعه يا سيدي تبقى ب 100 جنيه لما تبيعها ب 125، ده حاجه يعني حاجه مكسب كبير جدا، مكسب كبير جدا جدا يعني. فهي القضيه انه لابد من وجود رقابه حقيقيه، اولا حتى نفرغ قرارات الرئيس من مضمونها، ثانيا حتى لا نهدم فرحه الناس بهذه القرارات، ثالثا حتى الناس تقدر تعيش، لانه في النهايه اللي مش هيقدر يعيش حياه كريمه يا يبقى حرام يا يبقى شحات، ما عندناش ما قدموش حل تاني يعني. واحنا لا نرتضي اطلاقا لمصري انه ينحرف الى الاتجاهين، انه يتسول او او او, أو يسرق، ما ينفعش. فلازم يكون هناك رقابه حقيقيه على الاسواق، واي تاجر لابد انه مش يدفع بقى غرامه، اولا يوقف نشاطه فتره طويله جدا ويدفع غرامه كبيره جدا جدا، وحتى يجب ان احنا نغلظ العقوبات حتى تصل الى حد السجن. لانه ما دول على راي المثل في بلدنا برضه يقول لك يخاف ما يختشيش، يعني لازم يشعر بقوه القانون. ان مش بقول له انا بهدي، لا، في قانون رادع وقوي يلزمه بانه يلتزم. مش انا هقول لك يمكن حاجه اخيره، ايام ازمه الادويه وسعر الادويه في التلفزيون مصر
لقيت حد بي بي من 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 اصحاب الصيدلات بيتكلم انه احنا بنقول لهم ادونا الدواء بمكسب 300% الشركات هم لا مصممين ياخدوا 2000%. فانا الحقيقه المعلومه صدمتني، كلام بيتقال على شاشه التلفزيون المصري يعني مش اشاعات، مش حد بيروج اشاعه. ازاي الدوله تسمح بده؟ يعني ازاي ان انا عرض وطلب ايه ولا قانون سوق حره ايه اللي يخلي حد ياخد يكسب 2000% في سلعه؟ لا، يبقى لازم انا والتاني يعني ايه 300% برضه مكسب؟ انا بقول لك خد كل مستلزمات انتاجك، خد تكلفه عمالتك، خد الطاقه اللي انت بتستهلكها، خد استهلاك المكن اللي انت بتستخدمه كمان، خد اجور العماله، خد كل ده وزود على ده 25% يا سيدي. يعني انت عايز اكتر من كده؟ يعني مساله انت عارفه انه مثلا دوله زي الصين في المحصولات الزراعيه في شركه لجمع المحصولات من الفلاحين بسعر طبعا سعر يرضي الفلاح، وبعدين تبيع المحصولات دي لشركه توزيع كبيره جدا بتاخدها منها ب 4%، تاخدها بمكسب 4%. شركه التوزيع دي بتاخد تبيع بقى للتجار الصغيرين وكذا كذا بمكسب 6%، يبقى من الفلاح لحد المستهلك 10% الزياده. أنا كنت في النبارية، في زيارة النبارية من 3 أسابيع، لقيت البرتقال لسه على الشجر. يا إخوانا ليه؟ قالوا ما سعره ما سعره على الأرض، البرتقال خلاص خلص، ميعاده خلص من زمان يعني. قالوا ما إحنا مش عايزين ننزله، ولقيته مرمي على الأرض. شفت المنظر ده في سينا من سنوات طويلة جدا، أيام اللي هو منير شاش، كان الخوخ مرمي على الأرض. فهي القضية إنه 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 في تاجر جشع ياخد السلعة من على الأرض من الفلاح بملاليم وبيعها لنا احنا بجنيهات كتيرة. فلو مفيش جهاز رقابي، كلام الوزير مهم انه جاء داخل رمضان، وانت عارفه ان الاستهلاك بيزيد في رمضان شويه، عندنا ثقافه الاستهلاك بتبقى متزايده جدا في شهر رمضان، بننزل بنجيب الحاجات بدل بالكيلو بال5 كيلو، بالكيس لا بالعشرات الاكياس. نادرا الاسر ما تقعد تاكل مع بعضها، انت عارفه يعني في الاعياد ورمضان هو الشهر الوحيد اللي تقريبا بنضطر ان احنا نتجمع كاسر. صحيح. يعني شويه، لكن في النهايه لو في رقابه. صحيح. انا مش ضد ان التاجر يكسب، والله مش ضد انه يكسب لا، لكن ضد انه يبقى جشع، ضد انه يقهر مواطن. انت لما تشوفي السوق، وانت طبعا ست بيت بتروحي السوق، تشوفي ناس بيدوروا في الخضار اللي هو مش كويس قوي، الفاكهه اللي مش كويسه قوي ده، وناس زينا يا ناس ناس محترمين وموظفين وفي الدوله، ده معناه انه الاسعار اغلى من قدرتهم. فده مساله الحقيقه انه الحرمان شيء قاسي جدا على المواطن. فيجب على الدوله انها بيد من حديد تضرب على كل تاجر جشع وتلزمه وتخيفه، وهو مش هيرتدع الا بالخوف. صحيح. انا بشكرك جدا استاذ محمد الشافعي، نورتنا، وبشكرك على تحليلك الصحفي رائع دايما، بشكرك استاذ محمد الشافعي الكاتب والمؤرخ، بشكرك لوجودك معنا. شكرا جزيلا لي. شكرا جزيلا. مشاهدينا فقرتنا الصحفيه انتهت، وكمان حلقتنا انتهت، نشوفكم بكره وحلقه جديده وفريق عمل جديد، وصباحكم صباح نور.